وصلت، ويمكن ده كمان كان قبل ثورة 25 يناير، ان هناك فئة محددة من السياح بيجوا مصر غير الفئة اللي كانت قديما بتيجي. كان معمول لمصر يعني زي ما نقول ايه، كل ما كانت الاسعار اكبر كان في كاتيجوري او في فئه من الناس من السياح كانوا بيجوا، والفئه دي كانت بتصرف كويس جدا في مصر. دلوقتي الفنادق والرحلات السياحيه كلها بقى من اول الطيران لغايه الفنادق لغايه العيشه كلها بمبلغ زهيد جدا، وده خلى فئه محدده اللي تيجي، والفئه دي لما بتيجي مصر ما بتصرفش. الكلام ده حقيقي ولا لا؟ هو طبعا كلام سيادتك مظبوط. اولا انا بكلمك من الاقصر. عندنا اجتماع مع الفنادق والمحافظه والمحافظ هنا مع يعني عشان نشوف ازاي ممكن نساعد ونحاول ان احنا ننهض تاني بالسياحه في الصعيد، يعني بين الاقصر واسوان والمناطق دي. المنطقه هنا ميته يا جماعه، يعني انا بقولها بقاله حسي يا جماعه، المنطقه والناس هنا تعبانه جدا. فانا بدعو كل المصريين نبتدي ننتج ونبتدي نشتغل ونرجع تاني الامن والاستقرار عشان اخواتنا في المناطق دي اللي هي مش لاقي شغل، الزبون او السائح، سواء بازارات، سواء بتاع الحناطير، سواء بتاعه المراكب، سواء المراكبيه، الفلايك. يا جماعه حرام، لازم نبتدي نرجع الاستقرار والأمن في مصر. طب رأي حضرتك في المبادرة أو كمية المبادرات اللي بتحدث، وعندنا المبادرة هنا، إيه رأيك فيها إنه نقدر إن إحنا نروج للاقتصاد المصري بشكل كبير ومن خلاله طبعا أكيد السياحة، وإن ده يكون بقى على أرض الواقع بالفعل؟ طب هو ده فعلا، دي لازم خطة من الحكومة إنها إزاي تقدر تشجع المستثمرين. بس للأسف طبعا إحنا عارفين الاقتصاد بتاعنا دلوقتي واقع شوية، وما يقدروش ان هم ياخدوا قرارات سريعه مش مدروسه لتشجيع الاستثمار. دي حاجه بس لازم ناخدها، لازم نضحي حاجه قصاد حاجه. انا هرجع لسؤالك تاني الاولاني اللي هو بتاع الفئه الغنيه اللي كانت بتيجي. بالظبط. دي مش مشكله عندنا احنا في مصر، دي بقت حاجه عالميه. كانت اول زمان كانت الرحلات الثقافيه. يعني كان الرحلات الثقافية أو السياحة الثقافية هي اللي كانت منتشرة حوالين العالم، بتروحي المتاحف، الآثار، والحاجات دي كانت هي مكلفة. مكلفة من ناحية الإقامة، من ناحية التذاكر، من ناحية كل الحاجات دي. دلوقتي اتنقلت السياحة الثقافية، قلت جامد جدا، وابتدت السياحة الترفيهية الشاطئية هي اللي بقت تطغي على السياحة الثقافية. وابتدوا الناس يستعملوا الطيارات الشارتر، ابتدوا يستعملوا اللي هو الأجازات الجماعية، يعني هي كل الحاجات دي ابتدت تبقى فيه زي نوع من المنافسة، لوكاندا جنب لوكاندا، بلد جنب منطقة واحدة، فابتدت التنافسية، يعني بقى في أسعار تنافسية. هي دي اللي نزلت الأسعار، وهي دي اللي قللت السائح الغني أو الثري اللي هو كان بيجي في مصر. بس في خطة مع السياحة لاستعادة ده مرة تانية، إنهم يعيدوها مرة تانية وياخدوا مناطق في مصر وحتى شاطئية أو أثرية، ويعملوا زي مناطق بعينها لهذه السياحة الثرية. طبعا احنا بنشكر حضرتك يا فندم لمشاركتك معانا، بنشكر حضرتك، وطبعا دي حاجه كويسه ان يعني هناك خطه. كنت عايز اعمل تعليق بسيط جدا على كلمه ناجي بيها. انا كان ليا الشرف اتقابلت معاه مره في دبي، وراجل طبعا من ناس الخبراء السياحيين جدا، ناس مهم قوي. انا بس بعلق على حاجه، ان احنا اللي احنا بنفكر فيه دايما نكمل نفس اللي ناجي بيه بيتكلم عليه بالظبط، ان هو احنا عايزين نعمل اتصال مباشر مع الجمهور الخارجي. بمعنى ايه اتصال مباشر مع الجمهور الخارجي او الزائر او الزبون المستهدف للسياحه المصريه؟ ده الفرق بين ان احنا نعمل بروشورز ونعمل بوسترز ونعمل كامبين اعلاني ضخم جدا يتوزع في كل العالم، وده الفرق بين فكرتنا احنا. احنا بنروح للناس بافكارنا، بنروح للناس هناك على ارض الواقع، سواء كان التارجت بتاعنا سواء دول اوروبيه او الدول الاسيويه او الدول الافريقيه، بنروح لارض الواقع، بنديله نموذج بالمتحف المصري، بنديله سينما بتحكي افلام وثائقيه، بنعمل له مؤتمر نعرفه بمصر، بقى في انتر اكتف معاه، بحيث ان احنا نعمل تداخل في الافكار عشان نبرز الكلام ده كله. احنا الهدف من الفتره اللي جايه مش بس ان احنا نطلع منشورات او بوسترات او ان احنا نعمل، لا،
الموضوع بقى صعب علينا جدا عشان نقوم السياحه مره ثانيه بشكل قوي جدا. لازم يكون في فعلا تواجدنا في المكان, نفسه مع الشخص اللي احنا او مع الاماكن اللي احنا محتاجين نروح لهم نفسهم. استاذ ابراهيم ده معناه انه مش هيبقى في دبي بس؟ انا الحقيقه شفت الكلام ده في دبي, شفت الكلام ده في كل الزوار. انت عارفه دبي بيعيش فيها حوالي 280 جنسيه, بيزور القلعه العالميه حوالي 4-5 مليون زائر, فشفت الكلام ده كله, شفت انطباعهم كله. الله ده جميل جدا المتحف المصري, احنا هنروح نزور الاصل في مصر بس تستقر الامور امنيا. احنا هنروح نزور, لا الامور مستقره بس تعالوا هنروح نزور الشيء الجميل ده في مصر. احنا وصلنا مسج فعليه بشيء ريبليكا معمول, قطع تبقى الاصل معموله موجوده هناك بنموذج صغير للسياحه المصريه. وده اللي انا كنت بتكلم فيه مع سامي بيه في مكتبه لما جينا طرحنا عليه المبادره, ان يكون في تعاون مشترك بيننا, احنا نكون احنا بالتنظيم هم بالتعاون معانا احنا. وده كان اقتراحه الحقيقه في مكتبه, احنا ازاي نعمل اتصال مباشر بيننا وبين هنخليها الزبون او نقول الزبون كده او السائح اللي احنا محتاجين يجي لنا مصر الكلاينت بتاعنا ان هو يجي لنا مصر بشكل مباشر. وده اقتراح انا شفته انه فاليد جدا وقايم, ان احنا بجد مش هننتظر نعمل اعلان, مش هننتظر نقول للناس تعالوا لا شوفوا مصر, لان انا بتكلم ده من جانب تجربتي انا. التجربه الاخرى اللي انا بتكلم فيها, انا عايش بره ومعايا جدا اصدقاء خارجيين زي ما نجبي بيتكلم, الصوره بتتنقل بره فعلا ان في البلد غير امنه, البلد فيها مشاكل, البلد فيها اضطرابات. لما بننزل مصر مجرد ما بنشوف الكلام ده بنلاقي كل المكان الموضوع كله محصور يا اما في ميدان التحرير او في اماكن محدده, لكن بقيه الحياه مستمره في مصر, مستمره بشكل قوي جدا. استاذ ابراهيم افهم من كلامك ان الموضوع مش هيبقى في دبي بس, يعني احنا هنحاول ان احنا ننقل ده لدول, يعني صحيح. هيحصل معارض كده في دول. صحيح. هو مش معرض على فكره, هو فعاليه يعني متكامله, نقدر نقول فعاليه, فعالية او زي متكاملة. يعني ممكن نسميه مهرجان ايفنت. بالظبط بالظبط. ايه الدول المطروحه وهيكون شكله ايه وهيتحدد له مكان؟ يعني احنا الحقيقه انطلب لما عملنا اجتماع مع سامي بيه في مكتبه, وكان حاجه يعني جميله جدا من ايجابياته معانا وسرعه ابداء رايه معانا, لقينا ان احنا انطلب مننا نعمل تايم تيبل او نعمل اجنده للمعارض دي كلها. انا كان عندي تصور, انا شخصيا بحكم خبراتي وسفرياتي بره مع الامارات او مع السعوديه او مع دول اشتغلت معاها كتير جدا, اعرف مدى قوه حب الناس او حب الدول ديت لمصر وحب تواجدهم في مصر. يعني انا هديكي مثال, لما رحت عملت في الهند مثلا, عملت معرض صغير جدا في الهند, كان معانا تمثال واحد فرعوني, كانوا بيدفعوا لي فلوس عشان يصوروا جنب التمثال الفرعوني. فدي بلد تقدر الهند. يمكن الاستاذ سامي برده كان موجود هناك بيمثل هيئه السياحه هناك فتره طويله جدا ويعرف الكلام ده بشكل واقعي قد ايه هم بيحبوا الحضاره المصريه ويحبوا الحضاره الفرعونيه, بيدفعوا فلوس عشان يصوروا مع التمثال. فبالك انت لو جبتي له متحف او جبتي له شيء يمثل السياحه او قدمتي له باكج انه يجي يزور مصر بشيء مناسب لاسعاره الناس بكل. والهند على فكره فيها كل الفئات, في يعني فيها الميديوم كلاس وفيها الهاي كلاس واللو كلاس. فبالتالي احنا ممكن نشتغل عليهم برضو كدوله, ده من ضمن افكارنا. نشتغل على ماليزيا برضو من ضمن, انا كل فكري كله مبني انا على الدول اللي بتحب مصر, الدول اللي عندها الدول الاوروبيه. فندم ايه الدول الاوروبيه؟ اعتقد انا مش هيبقى دوري فيها كتير لان هم طبعا دورهم اقوى مني في اوروبا من خلال المعارض اللي هم بيشاركوا فيها. انا عايز افتح او اعمل اد فيديو, اعمل اضافه للمشروع في دول تانية اخرى مختلفه عن الدول اللي بيطلعوا اللي الهيئه بتقوم فيها بمعارض بشكل دائم طول السنه, الاجنده السنويه بتاعتهم. انا عايز اعمل اضافه بالاجنده بتاعتنا احنا في دول مختلفه. رحت كازاخستان, انا لما رحت كازاخستان شفت دار الاوبرا بتاعتهم معموله على شكل هرم مصري. حاجه يعني تخلي اي مصري يفتخر, حاجه تخلي اي مصري يكون فخور ان احنا حضارتنا الناس بتستغلها بره وموجوده بره. فبالتالي لو عملنا لهم متحف مصري وعملنا لهم معرض مصري مؤقت هناك لفتره مؤقته, وخلال المعرض عملنا عملية تسويق للبضائع المصرية والمنتجات المصرية سواء كانت الخدمية أو السياحية موجودة معنا كلها. فده كل ده فتح شانلز, فتح منافس, فتح قنوات كلها. احنا كل هدفنا كلنا ان كل واحد موجود في مكان ما بره أو جوه مصر يخدم مصر بشكل واقعي بشكل فعلي, مش بس مجرد كلام. كل واحد عنده أفكار, كل واحد عنده حاجات تقدر تضيف لمصر, ده وقتها, ده وقت فعلا الشغل, ده وقت فعلا الجدية في العمل, ده وقت الإخلاص في حب مصر. ده اهم حاجه. استاذ سامي, المجالات المختلفه, يعني الفنون مثلا الشعبيه من الحاجات الجميله اللي بتجذب السياح, يعني اللي احنا هنروح لهم بقى. ايضا الفنانين الكبار, فايه الاتفاقيات اللي تمت في المجالين دول؟ وانا بتفق فعلا مع الاستاذ ابراهيم على اساس ان فعلا ده وقت الاتصال المباشر, لان انا عايز احسس الناس ان مصر الامور في مصر طبيعيه, الشعب المصري عايش حياته بطبيعية جدا, وليست مصر هي ميدان التحرير.
ده لازم يتنقل للعالم في الخارج، بيتنقل من خلال الفنون الشعبية، من خلال ان انت حضرتك بتوريهم ان احنا عندنا فن، عندنا ثقافة، التلاحم المباشر مع الجماهير. المبادرة اللي قام بيها المهندس إبراهيم مبادرة جيدة جدا ومشرفة جدا لمصر في دولة الإمارات، في تجمع يعتبر من أهم التجمعات في دبي، أنا يعني بشكره عليها. المبادرة إن شاء الله هتكتمل مع الأستاذ محمد آيد بالتنسيق بين وزارة السياحة، وزارة الإعلام، وزارة التجارة والصناعة، ومحافظة القاهرة. هنعمل مجموعة من الحفلات لفنانين مصريين في مهرجان هنطلق عليه عشانك يا مصر. ممكن فنان مصري هيتطوع يروح يعمل حفلة غنائية في دبي، هيعمل حفلة غنائية في أبو ظبي، ثم ينتقل إلى الكويت، ثم ينتقل إلى الأردن. ودي فده كل دي حاجات لايف هتساعد كثيرا جدا على عودة حركة السياحة العربية اللي تأثرت بشدة بعد 25 يناير، وخاصة من منطقة الخليج، لأن احنا دي المنطقة الهب أو المنطقة الجيدة للسياحة المصرية، عايزين نرجعها تاني. فنرجعها عن طريق الوعي، عن طريق الدعاية، عن طريق ان احنا بخلق مناسبات سياحية، مناسبات ثقافية، عن طريق الاتصال المباشر مع الجمهور. فده كله ان شاء الله هيرجع الحركة الى معدلاتها بإذن الله. يعني عارف حضرتك كده بفكرني بالظبط زي ما ام كلثوم الحقيقة في فترة عملت، كانت بتقوم بجولات عربية ودولية لدعم الجهود المجهود الحربي. ده المفروض دور الفنان في الوقت ده. نيجي مثلا الصناعات الموجوده في مصر، الصناعات البدويه الجميله، صناعات خان الخليلي، الحاجات دي ازاي برضه ده فنان؟ ده شيء ده احنا استعدنا بيه معانا في المعرض بتاعنا او الفعاليات بتاعتنا. احنا كان معانا مجموعه كبيره جدا من الصناعات المصريه. لو بنتكلم على صناعات القطنيه قطاع النسيج كله كان معانا متمثل في جلابيه كرداسه، كان معانا قطاع خان الخليلي متمثل في الحرف في المنتجات خان الخليلي الاسلاميه والفرعونيه، كان معانا الحرف اليدويه اللي هي السجاد، اللي كان معانا الكتاب على البردي موجود مشارك معانا في الجناح المصري حاليا في القاره العالميه، النقش او الرسم على النحاس، وده برده مشاريع مهمه جدا. عاملين استوديو فرعوني جميل جدا للناس الزوار هناك ان هم يتصوروا بالزي الفرعوني، لان هو يحب يتصور كانه عاش في العصور القديمه او كانه جناح مصر. ده برده الحاجات المكمله، بالاضافه طبعا للاكلات المصريه الجميله اللي بيحبوها دايما الخليجيين او بيحبوها دايما زوار القاره العالميه. وده خلانا يعني برضو نكون متميزين في وسط الاجنحه المشاركه معانا. احنا عاملين فعاليه متكامله جدا هنا. حلو حكايه الاكلات المصريه جدا الحقيقه، يعني حاطين ايديكوا على كل لو الحاجات. لو تشوفي ازاي لما بيخش الجناح المصري كانه عاش في مصر، من اكل من اكله البطاطا، من اكل الكشري، من اكل العصير، من شرب العصير المصري، القصب المصري، حاجات المنتجات المصريه الجميله بتخلي طبعا جو جميل جدا. انا كنت فخور جدا ومبسوط وتعبي كله راح، وكل الفلوس اللي صرفناها نسيناها في سبيل ان بنحس فعلا بالفخر والاعتزاز في نفوس المصريين اللي جايين عايشين في الامارات وبيزوروا القاره العالميه. بنحس فعلا بالفخر والاعتزاز ان هم فخورين بجناح بلدهم في نفوس العارضين اللي معانا، في اعتزازهم ان عملنا شيء جميل يرفع راسهم دايما، او يرفعهم او يرفع تواجدهم في وسط 30 دوله. احنا معانا الاستاذ محمد الناقد صاحب فكره المبادره الحقيقه، ويعني عايزين نعرف من حضرتك الفكره من وجهه نظرك ومتخيل ازاي انها ممكن تطبق بالفعل على ارض الواقع، لو في اي صعوبات اي حاجه ممكن انها تتذلل من خلال الشاشه المصريه، تحاول تقول كل اللي نفسك فيه، بحيث ان احنا الحقيقه بنحاول من خلال المصريه ومن خلال مباشر مصر ان احنا ندعم المبادره دي بكل شيء يعني في استطاعتنا. اولا دعيني احيي ضيوفك في البرنامج الاستاذ سامي محمود والاستاذ ابراهيم جابر، وحي التلفزيون المصري اللي بيدينا وبيشجع اولاده وبيدي صوره حلوه، بيقول ان في التلفزيون المصري في اولاد محترمين وفي ناس كويسين وفي افكار حلوه. التلفزيون المصري بيثبت وجوده، الفكره اتولدت في قلب التلفزيون المصري وبدعم من التلفزيون المصري، وخاصه القناه الفضائيه ودعم مش عايز اقول لحضرتك رغم اني استاذ علاء وسياده الوزير رئيس قطاع طبعا رئيس القناه الفضائيه وسياده الوزير ورئيس التلفزيون. خدت الحمله، انا كنت رايح في دبي في زياره قصيره، لقيت قابلت سياده القنصل العام هناك مهاب نصر اللي تبنى فكرتي وملخصها. قلت له يا فندم سياده الشرق او كوكب الشرق ام كلثوم بعد 67 عملت حمله لدعم المجهود الحربي في الوقت اللي بنلاقي فنانين مصر العظماء منقسمين على انفسهم، بمعنى
بعض الفنانين مع الثورة ومع وناس بعض الآخر ضد الثورة، فليه ما نديش فرصة للي ضد يتصالح مع الثورة واللي مع يثبت بالجدية وبالوطنية وبالفعل إنه مع الثورة؟ وده مش هيقتصر على الفنانين المصريين بس، ولكن الفنانين العرب كلهم اللي مصر كانت أسهمت كثيرا في صنع نجوميتهم. فدي الفكرة جات لي من هنا، وقال لي طب يا محمد أنا عايزك تلتقي بواحد اسمه إبراهيم جابر. طبعا كان شرف ليا ان شفت في عينين الراجل اللي قاعد قدام حضرتك بجد قمه الوطنيه والاخلاص للبلد دي. وقال لي انا عامل حاجه قدامك اهي على ارض الواقع وما لقيتش دعم من الحكومه المصريه السابقه. فقلت له لا، احنا بنبني عهد جديد وبمساعدات المجلس العسكري والدكتور كمال الجنزوري والحكومه المصريه كلها بتشجع اي حد بيفكر في مصر ولصالح مصر. وان الاوان دلوقتي ان احنا بقى نشتغل وندور عجله الانتاج، بمعنى احنا ما بنعترضش ان الثوره مستمره، ثوره مستمره، ولكن في جانب اخر يحافظ على اقتصاد مصر ويحافظ على اسم مصر عاليا. ده شق نمشي في اتجاهين متوازيين، الناس دي شغاله واحنا نشتغل بحيث ان البلد ما تقعش مننا. وبدل لقيت الفرصه ان المجلس العسكري دعمني والحكومه المصريه تدعمني، وده لمسته بالفعل ان مجرد ما جيت هنا هو كان فعلا اللي بتشجعني جدا المستشاره تهاني الجبالي. اول ما عرضت عليها الفكره وقلت لي انا معاك من ايده لزده، ومعايا الدكتور عبد الله المغادي في المجلس الاستشاري، معايا شخصيات كبيره جدا. طب انا عايزه اعرف بشكل عملي استاذ محمد، يعني مش مجرد كلام، تقول لي ايه الدعم ده؟ يعني الدعم ان انا نزلت قابلت وزير السياحه الدكتور منير فخر عبد النور او استاذ منير فخر عبد النور. الراجل مجرد ما قرا الفكره اللي انا كاتبها قال لي محمد انا اوافق تماما على دعم الفكره لوطنيتها. قابلت معظم وزير الطيران المدني ووزير الصناعه، كلمت على التليفون قال لي انا موافق يا محمد في اي حاجه لصالح البلد. وشوف انت عايزه ايه. بدات